جديد وحصري على الاستديو ترحيب للضيفان والعود شاعل نستقبل الضيفان مثل السلاطين والطيب يحضن الحفل والجمايل يا مرحبا بحفل بنت النيامين أم فالح ترحب وتهدي الجزايل قالت هلا بحضوركم يا الملفين فخروا معز فيكم الحفل حفل ويما العروس حق الكرام تباهين جوك الحبايب والسعادة حصايل في سلطنة يا شيخة الذوق والزين صديق مع أهل الطيب والعز واصل يا أم فالح جعل أفراحك سنين يا بنت قوم طيبين السلايل الجود فالك والكرامة عناوين والطيب ساسك وانت أصل الفضايل ومبروك فرحة بنتك أحلى المزايل دلالي اللي كنها البدر نازل أجمل عروسة كلها رقة ولين كل المحاسن في حلاها هوايل دلالي اللي تجمع الفقر والدين عسى الفرح بيامها دوم حاصل غوادها الشيخات تتصدر الزين ثقلوا وادب واخلاق ووفى الخصايل بنات بن صغير والنعم نعمين النادر اللي يحتمي للجمايل في يوم سعد للحسن وفي البراهين وضحى وسعاد السعد فيهم تمثل واختامها يا مرحبا والف اهلين لضيوف بنات عاد والراس طايل يا مرحبا واهلا على الراس والعين ترحيب للضيفان والعود شاعل